سميتي عبد الرحمن أوكور، ممثل من مدينة أزرو، وعندي 26 عام. انا عندي باك بلس 2 في واحد لا برانش اللي هي لاغريكولتور، وعندي قريت 2 سنين في ليكول ديال لاكتينغ انستيتوت. لا كان عندي تجارب، كانت عندي تجربه مع نفس شركه الانتاج كونيكسيون ميديا في واحد المسلسل سميتو ولاد الدرب ديال المخرج ياسين فنان، وكانت عندي تجربه في رمضان العام الفايت في واحد المسلسل سميتو مال الدنيا ديال سيغما من اخراج اكتاريوس اكساس، وهذا العام ان شاء الله مع علاء اكابون. الدور ديالي هو الشخصيه ديال منير من العائله ديال التهامي الغرباوي، هو الولد الوحيد اللي عند التهامي كيلعبوا الممثل الكبير عبد الإله عاجل. الشخصية ديالي هي مختلفة شي شوية، عندها لونيفير ديالها، ما بحال قلتي ما كتسوقش شنو عند باه ولا الحرفة ديال باه، الوغ كيتعرض لبزاف ديال الضغوطات من عند لونتوراج ديالو باش يكون باش يتبع الحرفة ديال باه. هو عنده الأسباب ديالو الخاصة، سورتو اللي عاش داكشي باش ما بغاش هو يكمل في هذيك الحرفة، بغى يدير شي حاجة ديالو، بغى يكون راسو براسو. ومونير سي اون بيرسون تريز اونيت، ما كيعرفش ينافق، ما كيعرفش يكذب، اوريجينال، وغيوقع بزاف ديال الاحداث مع بزاف ديال الشخصيات. نخليكم تكتشفوا داكشي في المسلسل. هو العلاقه ديالنا في المسلسل مع الاب ديالي شي شويه خيبة، فهمتيني، شفت عليه شي حوايج وانا صغير كمونير، ما بحال قلتي بقى مغاردي هادوك، بحال قلتي تروماتيزي من باه كيخاف منه بزاف. اما فاطمه زهره بناصر لو كونترير، هي بحال قلتي هي الشخص الوحيد في العائله اللي اللي كتفهمو وكتامن به وكتخليه يدير داكشي اللي بغى، زعما بلا ضغوطات بلا والو. و جو سوي هوغو و كونتون باش انني زعما يكون عندي بزاف ديال لي سيكونس مع هاد الناس هادو، باسكو اباطير ديال التمثيل. الصعوبات كانت في الايام الاولى ديال التورناج، انا كنت كنتصورو بواحد الشكل بواحد الحوايج مع المخرج ومع الكوتش والسكريبت، ولينا كنحسنوا ابخي لقيت لو ريتم ديالي. شنو اللي خلاني ندخل المجال ديال التمثيل؟ صراحه هو واحد صديق امريكي تلاقيت به في ازرو، كان كيقري في دار الشباب، كان كيقري لونجلي. مع داك السيد كنا كنمشيو كنتفرجوا في افلام بزاف لي كلاسيك بزاف، واشاك فوا كيسالي شي فيلم كيبدا ينوض كيبدا يعاود لينا كيفاش هذاك الممثل عاود خدم على هذيك الشخصيه. وتماك فهمت باللي التمثيل راه ماشي غير زعما تصاور ولا مهرجانات ولا طابي روج ولا تمثيل، شي حاجه كبر، راه كتلبس واحد الشخصيه، راه كتولي عندك حياه اخرى. دونك صافي سا ما انسبيري، سورتو شفت لي زاكتور اللي كيدوي تبدلوا كومبليتمون، ماشي هو هذاك اللي كان كيدوي، ماشي هو هذاك اللي كان اللي شفناه في الانترفيو، ماشي هو. دونك سا ما انسبيري بزاف. صراحة البلايص كاينين، زعما طونك كتبغي هاد الميدان وعندك متابرة، وراه غدوز بزاف ديال لي كاستينغ. انا كندوز دي مليون دي مليون دو كاستينغ، راه ما كنتقبل في شي واحد، واخا داكشي مكمل. هو المجال مفتوح زعما لكلشي، ماشي ضروري خصك تكون قاري، غير خص تكون ديفيرون، فهمتي؟ الا غتدخل لهذا المجال عطي واحد الاضافه، زيد شي حاجه لهذا المجال، ماشي غتجي غير باش تبان ولا باش تطلع كونت انستغرام. و سي فاسيل انك تكون، مي اللي صعيب هو انك تكمل، هذا هو اللي صعيب. انا بالنسبه لي هذا هو تشالنج بالنسبه لي انا كعبد الرحمن، هو انني نكمل. عالمين كاين واحد لاكتور سميتو دانييل دي لويس،
كاين روبرت دينيرو بيان سور، كاين مارك رويلانس، هادو ممثلين اللي كتشوفوا في هذا العمل امبوسيبل تشوفوا في عمل اخر بنفس زعما الشخصيه ولا شي حاجه كتشابه ولو هي صغيره، دونك كيتبدلوا كومبليتوم كيتسيفوا. وفي المغرب في هذا العمل عرفت بزاف صراحه ديال الممثلين، كاينين دي جون، كاينين صراحه كاينين بزاف ديال الممثلين واعرين. بالنسبه لي انا عاجل راه من احسن الممثلين اللي كاينين في المغرب الى عاجل، فاطمة زهرة بن ناصر تبارك الله، كاينين دي جون، هارون. لا صراحه ما كاينش زعما شي ممثل، انا جيت من ازروني شالكازات لحيت ندوز لي كاستينغ، زعما ما كنتش كنعرف حتى شي واحد في الدومين، بديت كنعرف الناس وانا كنخدم معاهم، دونك فوالا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.